ماذا قال ابن تيميه؟ انا موافق الاحتجاج ابن تيميه في المساله دي، وهحكي لك ماذا قال ابن تيميه بالحرف، وما عادش وقت للعلم مستخبي. كان زمان المشايخ بيخبوا عندهم الكتب والناس ما عندهاش الكتب. الوقت في النت الموسوعه الشامله 310 الف كتاب بتنزلها في ربع ساعه من النت مجانا، وتبحث ببساطه. اكتب كده ايها المشاهد الكريم العباره دي: حكم من امن بموسى وعيسى عليه السلام، هل يطلق عليهم وصف الاسلام ام لا؟ بس هيجي لك الاجابه. الاسلام ولا مسلمين تفرق؟ يطلق عليهم وصف مسلم. ايوه مسلم. نعم. وصف المسلم. هل يطلق عليه انهم مسلمون ام لا؟ اسمع لكتاب الله ولا تسمع لكلام الفقهاء اول؟ تحب تسمع لمين؟ لا طبعا. كتاب الله؟ طبعا. قال تعالى عن سيدنا ابراهيم: هو سماكم المسلمين من قبل. وقال تعالى عن سيدنا ابراهيم: وصى بها ابراهيم بنيه ويعقوب يا بني ان الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن الا وانتم مسلمون. أن كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحد ونحن له مسلمون. فده صفة الأنبياء، دينهم دين الإسلام. تعال شوف الخط الثاني، ده خط سيدنا إسحاق. وسيدنا إبراهيم له ابنين، إسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب. نعم. لحد سيدنا عيسى عليه السلام. الخط الثاني من ستنا هاجر، دي من ستنا سارة، دي من ستنا هاجر، سيدنا إسماعيل. سيدنا اسماعيل: واذ يرفع ابراهيم القواعد من بيت اسماعيل ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ايه؟ ذريتنا امه مسلمه لك. ذريته ولاده واحفاده عايزهم مسلمين ولا يقول لا خلي دول كفره لحد امه محمد بعد 36 حفيد؟ ما هو سيدنا محمد على احد الاقوال المشهوره في التاريخ. نعم. 36 حفيد. يبقى كل دول ولاد سيدنا اسماعيل مش مؤمن مش مسلمين لحد لما جه سيدنا محمد بقى المسلمين، ولا ومن ذريتنا اي متصله متصله.